السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رجعنا لكم من قناتكم حرفة تحفة بفيديو تاني جديد. عاملين النهاردة فكرة بسيطة جدا من حاجات بسيطة عندنا من البيت بنرميها، هنحولها بالشكل الحلو قوي دوت هدية في عيد الحب او هدية لعيد الام بالشكل الحلو ده، او ممكن تهدبها زميلتك او تهدبها اي حد او تخليها ديكور في بيتك. فكرة بسيطة ومن حاجات بسيطة قوي عندنا في البيت. يلا بينا نبدأ ونشوف فكرتنا ازاي. هنجيب هنا كده غطا علبة بيرسول او اي غطا عندك وتعمله اعاده تدوير بالشكل ده. وهنجيب قطعة من الخيش دي، طبعا انا قلتلكوا قبل كده من شكارة الخيش بغسلها وببتدي ان انا اعمل لها اعاده تدوير بالشكل ده. هبتدي كده هنا الزقها زي ما يدور كده، اخد الدوران بتاع الغطا بتاعي وهلفه عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده للاخر خالص. هثبت هنا كده الطرف، بعدين هبتدي ان انا كده من جوه اتنيها كده عشان احط الشمع جوه بالشكل دوت. بعد ما احط الشمع كده هبتدي ان انا اتني الاطراف كلها لجوه بحيث ان انا ابقى داريتها من جوه كده ومن بره بالشكل ده. للقاعده هنا هنجيب قطعه من القماش وهحط الشمع عليها وابتدي ان انا اقصها داير ما يدور. بعد ما قصتها هجيب هنا كده معايا دوت كيس من كياس المشتريات، هبتدي كده ان انا احدد على الطبق ده، الطبق دوت الطول بتاعه يعني القطر بتاعه 23.5 سم بالشكل ده. وهبتدي ان انا اقص، هقص كده دواير من بره نص دايره كده على طول بنفس الطريقه للاخر خالص. انا عامله هنا قايمه في القناه اسمها هدايا عيد الام وهدايا عيد الحب، هتلاقي فيها كذا فيديو لهدايا تنفع لعيد الحب او لعيد الام. اتمنى ان هي تعجبكم، واللي اول مره يشوفنا ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلوا مننا اشعارات بكل جديد. والقناه كمان فيها افكار تانية حلوه للنشاط المدرسي ولاعاده التدوير. اتمنى ان تعجبكم القناه. ما تنسونوش بقى يا حبيبي في اللايك والكومنتات اللي بتحفزني دايما ان انا اقدم لكم كل جديد. هبتدي بعد كده ان انا هنا زي ما عملت دوران من بره هبتدي اعمله من جوه، بس من جوه بخلي الدايره مقابله الدايره الثانيه، يعني في نص الدايره بعمل الدايره القوس بتاع الدايره اللي تحت. هبتدي بعد كده هنا ان انا الويها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده، بمشي بالشكل دوت كده بلف على طول للاخر خالص، هلفها دايره على طول للاخر. بعد ما لفتها بقى هو دوت الشكل بتاعها. هبتدي ان انا الزق كده الطرف من تحت خالص اللي هي الدايره اللي من تحت خالص دي واثبتها معايا بالشكل ده. ثبتها هبتدي هنا كده ان انا اجيب قطع من الفلين الابيض اللي بيكون في الالات الكهربائيه وهبتدي كده ان انا ادخله في قلب الغطا بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي هنا كده اجيب فروع بلاستيك اخضر، لو انت مش عاوزه فرع اخضر، لو ما عندكش فرع اخضر بلاستيك عادي ارسميه كده على برضو كيس من كياس المشتريات او اي قماش عندك او قماش جوخ برضو تنفع بالفكره دي، وحطيه بالشكل اللي انا حطيتهم زي ما انا حطيت بالظبط كده. هبتدي بعد كده هنا لقيته عالي شويه شلت قطعه من الفوم عشان تكون مظبوطه معايا اكتر. هبتدي ان انا اثبت الورده بتاعتي بالشمع في المنتصف بالشكل ده، ثبتها معايا كده. هبتدي بعد كده هنا ان انا اجيب اللي هو الشريط الاورجانزا دوت وهبتدي ان انا الفه داير ما يدور. الاورجانزا دوت لونه بيج. هبتدي بعد كده هنا ان انا اجيب دوت التنتيل اللي بيجي في حاجات السبوع باخده برده بعمل له اعاده تدوير، وبالطريقه دي هبتدي ان انا اثبت كده. طبعا بثبت كله من عند مكان واحد، يعني المكان اللي انا حطيت عليه الاول الخيش هو اللي انا حطيت عليه الاورجانزا، هو اللي انا ثبتت عليه الاول الطرف بتاع الستان عشان الشكل النهائي. وهبتدي كده ان انا اقعدها بالشكل ده واخليها في يونكه بسيطه زي ما انتم شايفين كده. هقص الاطراف بالشكل كده وهبتدي اثبت كده معايا هنا الفيونكه، وهبتدي برضه اثبت الطرف بتاعي بالشكل دوت. وهجيب هنا فص نص لولي هبتدي احطه في النص كده في الفيونكه عشان يديها منظر جمالي. هنا كده هبتدي برضه ان انا اثبت الاطراف بتاعت الفيونكه مكان ما هي طويله كده شكلها مظريف، هجيبها بميلان شويه كده على طرف العلبه هتديني برضه شكل حلو قوي. ايه رايك في الفكره دي؟ مش تستاهل لايك؟